مرحبا بكم عشاق الزراعة وزراعة الأسطح والزراعة المنزلية، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم كما تشاهدون فهذه هي عشبة فليو المعروفة في المغرب، فذات الرائحة الجميلة والعطرة والتي تستعمل في الشاي المغربي الأصيل. كذلك فهي نبتة عريقة ومميزة وتعتبر من النباتات العطرية التي تعطي نكهة وجمالية بالنسبة للشاي. اليوم سنريكم كيفية التنقيل أو نقل هذه النبتة من مكان إلى آخر. ننظر أنها تتواجد في أي مكان، فقط المهم أن تكون تربة، وبالتالي أي ما كانت تربة فهي تنمو بشكل جيد. فكما تشاهدون فهي الآن تنمو بين جدران الأحجار، وكذلك فهي فقط انظر شاهد هناك جذر قليل وصغير ينمو من بين أو ينبثق من وسط الأحجار، الإسمنت والتراب. نعم، فهذه بناية قديمة جدا، أول بناية كانت لنا. فكما تشاهدون فالآن سنقوم باستئصال هذا الجذور أو هذا الجذر، ثم سنقوم بغرسه في مكان آخر بإذن الله. إذن فهذه هي نبتة أو عشبة فليو، هذه من أجود وأرفع النوع من فليو، أجود الأنواع لأنه نوع قديم وكذلك نوع بلدي، وعطره ورائحته جميلة جدا ويعطي نكهة رائعة في الشاي، خصوصا الشاي المغربي. ومعروف عن المغاربة فأنهم يعتمدون على الشاي والأعشاب الأخرى كالزعتر وما إلى ذلك. إذن اليوم سنريكم كيفية نقل هذه العشبة لأنها سهلة الزراعة، أينما وضعتها فهي تخرج الجذور كما تشاهدون. فهذه الجذور سنقوم بتقطيعها من هنا ونقوم بزرعها، ستتابعون معنا ذلك. إذن نلتقي فيما بعد. إذن عدنا إليكم من جديد. نعم، كما شاهدتم نحن سنقوم بإكتار هذه العشبة لعشبة فليو. فهنا كما تشاهدون أنها جذور، بكل بساطة سنقوم بقطعها ثم نقوم بغرسها بشكل جيد، فقط نغطي الجذور، وبالتالي سنقوم بقطع جذر آخر هذه الطريقة، ثم نتمم نفس الطريقة، نغرس الجذور في الماء في التربة، ثم بعد ذلك نقوم بسقيها. كما تشاهدون فهنا جذع آخر، و هي كلها تخرج الجذور، وبالتالي شتلات جيدة وممتازة. فكل هذه الشتلات سيتم غرسها، وبالتالي ستعطينا نبتة رائعة وجميلة جدا، كذلك رائحة زكية وعطرة. إذن كما تشاهدون سنقوم بغرس جميع هذه الأطراف. إذن كما شاهدتم هذه
هي عملية إكثار هذا النوع من النباتات العطرية، والتي تستعمل كمنسم ومنكه في الشاي وكذلك في الأطعمة. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. كان معكم خالق من قناة شوكولا تي في، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.